طبعا زايد عشان هنسيب المدرسه. ما اكيد، ما هو 28 يوم من غير مدرسه ده قرار كبير جدا، علشان احنا الوحيدين اللي عندنا شنط سفر ومش محتاجين نشتري تاني. يا املي وهستيني تقاوي، انا اصلا اللي كايبه الفكله، انت اللي جايبه السواد عليا وهتخليني ادفع. حتى قالك تدخل في تهادي مش قطو يا امل. اسكتي مالكيش دعوه، المكان ده كيوت قوي وفي لبس روعه. ايه ده، انه رحت عليه؟ اهدي، في ايه يا ماما؟ لا 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 لا، ما تهزروش، مين فيكم اللي قفل النور؟